هي مناورة لرجال الحماية المدنية لفرق التدخل السريع وإنقاذ أشخاص في خطر، تمارين تطبيقية أشرف عليها العقيد بوعلان بوغلاف المدير العام للحماية المدنية بولاية سيدي بلعباس. حاليا الحماية المدنية الجزائرية هي يعني قادرة باش تعبأ حوالي 5000 عون للحماية المدنية بمختلف الرتب وبتجهيزاتهم وباستقلالية في كل استقلالية لوجستيكية، استقلالية من ناحية الموارد البشرية. الوقوف على جاهزية أعوان الحماية المدنية أثناء الكوارث الطبيعية والأخطار المنزلية والحوادث وسرعة تلبية النداء والاحتكاك والتكوين من بين أهداف هذه التمارين التطبيقية. هذه الفرق التدخل الأولي هي يعني قوة نعتمد عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية في مواجهة الكوارث الكبرى، والتي استغلالها يسمح لنا في وقت وجيز من إيصال مساعدات معتبرة تقدر بحوالي 5000 عون في وقت لا يتعدى 36 ساعة. وهذه الوحدات لها عدة اختصاصات في مجال تسير إدارة الكوارث الكبرى، متكونة من فرق متخصصة في كل مجالات. المناورة نظمت بولايات شلف سعيدة وسيدي بلعباس، وفي الأيام المقبلة ستنظم بولايات الوسط والشرق الجزائري، وهذا لترقية أداء رجال الحماية المدنية.